صحيح في كل محنة منحة وفرصة؟ الصور اللي انت شايفها قدامك دلوقتي دي لصواريخ اسكندر ام الروسية، احد اقوى الصواريخ الباليستية التكتيكية في العالم. لما ندقق في الصور دي واللي هي عبارة عن بقايا صاروخ اسكندر سقط على هدف في اوكرانيا، هنلاقي وجود اجسام غريبة شكلها عامل زي قذائف الهواء. وعلى طول بيظهر سؤال، ايه اللي جاب الاجسام الغريبة دي في بقايا صاروخ اسكندر؟ الإجابة إن الأجسام دي هي جزء من صواريخ إسكندر ظهرت لأول مرة في الميدان الأوكراني، وحيرت محللي الاستخبارات لحد ما المخابرات الأمريكية عرفت وظيفتها. الأجسام دي عبارة عن أجهزة تشويش موجودة في بدن الصواريخ الروسية، طورها الجيش الروسي علشان تخدع منظومات الدفاع الجوي المعادية وتمنعها من اعتراض صواريخ إسكندر إم، لأن الأجسام دي بتعطل الرادارات وكمان عندها القدرة على تضخيم بصمتها الحرارية والرادارية والانفصال عن بدن الصاروخ الحقيقي والظهور على شاشات الدفاع الجوي كونها صاروخ كبير، وبالتالي بتخلي صواريخ اسكندر ام تفلت من الدفاع الجوي وتضرب أهدافها. أما الصورة التانية دي فدي لنوع من الموتوسيكلات اللي طورتها أوكرانيا علشان تحمل صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات والدروع وتقدمها للقوات بسرعة. والصورة دي بقى فلدرونز تجارية تم تطويرها لحمل الذخائر والقنابل، وأصبح النوع ده مقبرة للتشكيلات المدرعة. أما الصورة دي لعربيات دفع رباعي بتشبه عربات تنظيم داعش، ظهرت في ماريوبول مع القوات الروسية للاستخدام العسكري. اللي فات ده كله بيقول إن الحرب في أوكرانيا بتتطور عسكرياً بشكل سريع ومخيف، من أول فنون التكتيك لحد الأسلحة المتقدمة، وعلى قدر التطور العسكري ده بيجي تطور أكبر وأخطر، وده تطور على مستوى السياسي والاقتصادي العالمي اللي بتحدثه الحرب الأوكرانية واللي ظهرت بوادره في آخر قمة لمنظمة شنغهاي، وخبر انضمام مصر للمنظمة العالمية دي بصفة شريك حوار. إزاي منظمة شنغهاي بتغير في نظام الاقتصاد العالمي والسياسي؟ وليه قررت مصر الانضمام للمنظمة؟ إيه اللي ممكن نفهمه من انضمام مصر للمنظمة دي؟ وهل ده بيؤسس لعصر ذهبي لسياسة مصر الخارجية؟ وإزاي الخطوة دي بتعتبر حجز مقعد لمصر في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب؟ كل ده وأكتر اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. في 15 سبتمبر انعقدت قمة شنغهاي للتعاون في سمرقند عاصمة أوزبكستان، وكانت قمة استثنائية بكل المقاييس لأنها بتتزامن مع الحرب في أوكرانيا واقتراب العد التنازلي للقنبلة الموقوتة والحرب المؤجلة في تايوان. وهنا خلينا بس نوضح إيه هي منظمة شنغهاي. هي منظمة عالمية اتأسست في 2001 وعضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتضم حالياً 9 دول هم الصين وروسيا والهند وإيران وباكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرقستان وطاجستان. أما الأعضاء المراقبين فهم 3 دول، أفغانستان ومنغوليا وبيلاروس. أما الأعضاء بصفة شريك للحوار فهم 10 دول من ضمنهم مصر. القمة الأخيرة كانت استثنائية لسببين. الأول توقيع مصر لمذكرة انضمامها في المنظمة بصفة شريك للحوار، وده أمر هنوضحه بعد شوية بالتفصيل. والسبب الثاني بسبب إعلان كل من الصين وروسيا قيام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب أكثر عدلاً. الرئيس الصيني قالها صراحة، نحن على استعداد للعمل مع زملائنا الروس لضرب مثال لقوة عالمية مسؤولة، ده غير مقابلة الرئيسين لبعض للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. يعني من الآخر كده قمة شنغهاي ودولها بيقولوا إحنا عاوزين نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، وحنعمل ده بالذوق أو بالعافية. وده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال، هل دول منظمة شنغهاي عندها القدرة على تأسيس عالم متعدد الأقطاب؟ الإجابة وفقاً لقدرتهم الاقتصادية والعسكرية والنووية فنظرياً وعملياً نعم، يقدروا يأسسوا الطوبة الأولى في عالم متعدد الأقطاب، لكن ده مش هيكون سهل أبداً، بل هيتم بالحروب من شرق أوروبا لحد تايوان.
وده اللي بيحصل من 7 شهور بالظبط. أما عسكرياً فالمنظمة عبارة عن حلف عسكري قوي جداً له قوة نووية من خلال 4 دول، ده غير إنها بتضم نص سكان الأرض تقريباً. أما اقتصادياً فدول المنظمة بتنتج ربع الناتج الإجمالي لكوكب الأرض، ونفذت وبتنفذ مشاريع للتكامل الاقتصادي زي خط سكك حديد، ترميز، مزراي شريف، كابل، بيشاور. أما القنبلة الاقتصادية في المنظمة فهي مشروع خط أنابيب جديد لنقل الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا، سموه Power of Siberia 2 لأنها الخطوة الحقيقية للتكامل الاقتصادي واللي هتنقل التحالف الصيني الروسي لمستوى أكبر. لك أن تعلم أن الصين هتورد لروسيا أهم منتجات تقنية زي أشباه الموصلات، وده بيخلينا نرجح أن الحريق اللي اندلع في ناطحة سحاب صينية بتصنع أشباه الموصلات قد يكون مقصود ومدبر. في المجمل كل التطورات الاقتصادية دي بتتم داخل منظمة شنغهاي للتعاون، خطوط سكك حديدية ونقل غاز وتبادل تجاري بالعملة المحلية للدول، وزيادة في حجم التبادل بين الصين وروسيا ل 31% من أول 8 شهور في 2022، واستيراد الصين ل 24% من الصادرات الروسية. كل ده بيخلي المنظمة نموذج للتكامل الاقتصادي اللي هو أساس النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب. وفي اللحظة دي هنروح لانضمام مصر للمنظمة ونسأل ليه وإزاي مصر انضمت. القيادة المصرية شافت التحول في النظام العالمي من بدري جداً، وعشان كده شفنا تصميم مصري رهيب في شرق المتوسط لحد ما انتزعت مصر السيادة وأصبحت مركز إقليمي لتداول الطاقة، وبنشوف قتال مصري للم الشمل في البيت العربي وتحصين أمنه القومي والدخول في تحالفات ثلاثية سواء مع العراق والأردن أو مع الإمارات والسعودية أو مع قبرص واليونان. ده معناه أن القيادة عارفة أنه علشان يكون لك مقعد في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب لازم تكون قطب أولاً في إقليمك، يعني شبك إقليم الشرق الأوسط مع الشرق الأقصى مع شرق المتوسط مع إفريقيا، وشبك دول مع جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا. التشبيكة دي هيطلع لك منها العالم الجديد متعدد الأقطاب، الإقليمية في مواجهة العالمية أو الأحادية. السلعة بيتم إنتاجها داخل نطاق الإقليم بدل مكان النطاق العالمي علشان لو حصل وباء أو حرب الدول دي ما تتأثرش جامد، وعشان الدول دي يكون ليها وزن في العالم الجديد متعدد الأقطاب لازم، وأكرر لازم، هي اللي تكون مركز الإقليم والطرف اللي بيدير وبيظبط تفاعلاته الاقتصادية والسياسية. والشروط دي لا تنطبق إلا على مصر حاليا خاصة في الشرق المتوسط. عشان كده دخول مصر لمنظمة شنغهاي معناه إنها قطب من أقطاب النظام العالمي الجديد، وإن السياسة الخارجية المصرية بتعيش عصر ذهبي خرجت فيه من دوائرها التقليدية لدوائر جديدة كلية، وده بيبرهن على السيادة المصرية التامة على سياستها الخارجية والقوة والجرأة في التحرك من دون خلق عدو أو خسارة حليف. تاني كده، من دون خلق عدو أو خسارة حليف، يعني نتوجه غربا من دون خسارة الصين وروسيا، ونتوجه شرقا من دون خسارة أوروبا والولايات المتحدة. دخول مصر لمنظمة شنغهاي معناه اهتمام مصر بآسيا الوسطى، وخاصة لما تعرف ان دول آسيا الوسطى أوزبكستان وكازاخستان وقرقستان وطاجستان أعضاء في المنظمة. ولك أن تعلم ان آسيا الوسطى طول تاريخها كانت مصدر لكل التهديدات العسكرية الغاشمة من أول جنكيز خان لحد المنظمات الإرهابية الأشد عنفا. وجود مصر في آسيا الوسطى معناه مزاحمة تركيا والضغط عليها، وخاصة لما تعرف حجم الاحترام اللي بتكون شعوب آسيا الوسطى للأزهر الشريف، واللي بالمناسبة تقدر تشوفه من استقبال كازاخستان وشعبها للشيخ الأزهر في أكبر مساجد آسيا الوسطى. الكلام ده بيتم بالتزامن مع انضمام مصر لمنظمة شنغهاي والدخول لساحة آسيا الوسطى. وخلي بالكم منصب شيخ الأزهر بالنسبة لشعوب آسيا الوسطى أتقل بكتير جدا من أي رمز ديني تركي معاصر أو حتى تاريخي، والزيارة دي وتوقيتها مش صدفة أبدا، ده استخدام لقوة مصر الناعمة اللي بتأكد إن نفوذك كمصر مش مقتصر بس على الإقليم. وخلي بالك برضو قبل الدخول لمنظمة شنغهاي وزيارة شيخ الأزهر عقد الرئيس السيسي 5 لقاءات قمة على الأقل مع رؤساء دول آسيا الوسطى من 2016 حتى مارس 2022. كل ده بيقول إننا ماشيين برؤية مش منتظرين الصدف،
وبنتحرك باستقلالية في اتخاذ القرار الوطني دون تبعية لأحد، لا شرق ولا غرب. كسرنا كامب ديفيد وعدلنا بنودها. بنتحرك بحرية في مجال يبدأ من الصين لحد واشنطن. ده اسمه سيادة واستقلال القرار الوطني. حفظ الله مصر وجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.